السلام عليكم أعزائي الطلبة، عندنا صفحة 90 بكتاب النشاط، بعدنا بالريفيجن، عندنا تيست يقول لي write the sentences again so that they mean the same. يقول اكتب الجمل هاي اللي كانت يعني هنا سابقا. write the sentences again، اكتب الجمل مرة ثانية so that they mean لكي تعني mean the same، تعني نفس المعنى. use strong adjectives، استخدم صفات قوية. to replace، لاستبدال. the phrases، العبارات. in bold، العبارات اللي بالصايرة باللون الغامق، هذه اللي هي مثلنا هذه هسه نشوفها البولد باللون اللي صايرة غامقة. طيب هنا يقول لي I was very happy with my present. أنا كنت سعيدا جدا بهديتي. طيب I was thrilled with my present. I was thrilled، أنا كنت سعيدا، أنا كنت متحمساً أو فرحاً جداً بالهدية مالتي. طيب to the bride was wearing a very beautiful dress. العروس الإمرأة كانت ترتدي ثوباً أو فستاناً جميلاً جداً. جميل جداً. The bride was wearing a gorgeous دريس، فستان جميل ورائع جدا. طيب جوجيوس. طيب that film was very good، ذلك الفيلم كان جيدا جدا. كان جيدا جدا، بدل ما هذا قول that film was fantastic، رائعا. طيب the food in the restaurant is very bad، الطعام في المطعم كان سيء جدا. The food in this restaurant is terrible، هو فظيع. بدال very خليت terrible بدال شنو very bad. طيب the craftsmen، الرجال الحرفيون make very surprising shapes، صنعوا أشكالا مدهشة، أشكالا مدهشة جدا. with their tools، من خلال أدواتهم أو باستخدام أدواتهم. طيب the craftsmen make amazing shapes، صنعوا أشكالا مدهشة. with their tools، باستخدام أدواتهم. طيب we cooked all day، نحن طبخنا طوال اليوم. for the wedding، لحفلة الزفاف. it was very tiring، كان ذلك متعبا جدا. بدال متعبا انا اعيد الجملة واكتب بدال very tiring اكتب exhausting. هاي ممكن تجيكم اعزائي بالامتحانات بشكل فراغات، مترادفات exhausting منهك و very tiring متعب جدا. test A يقول لي هنا complete the sentences with the correct forms، اكمل الجمل بالاشكال الصحيحة. هنا عندي فراغات. you a glass of water، هنا اقدر اش اقول shall I get a glass of water. هذا offer، عرض. فتخلون هاي الاجابة الصحيحة اللي انا مخلي لكم اياها باللون يعني هذا المستطيل الاحمر. طيب he that film because he doesn't like comedies، he won't like هو لا يرغب، هو لا يعني لا يرغب في ذلك الفيلم لانه لا يحب الافلام الكوميدية. طيب نادية thinks she، نادية تعتقد انها شنو، she will go، انها سوف تذهب to England، لانجلترا، next year، السنة القادمة. طيب to come to the beach with us، يعني هاي اشبه بالدعوة invitation. would you like to come to the beach with us، هل ترغب في ان تأتي الى الشاطئ معنا. طيب اعزائي انتهت صفحة 90 والى لقاء قريب.